إصلاح طنجة الحمد لله مزيانة فهمتيني، يعني الدنيا تنورت عندنا في المدينة في طنجة فهمتيني، يعني السوق ديال الرابط بحال الحافل الدنيا كان رجعت واعرة، وين بيتوا لنا الديروج وسكسفوا لنا على الديور ديالنا والحمد لله كل شيء داز على خير وبخير. دابا اللي باقي خصنا هما التوريس فهمتيني، يعني التوريس كانوا كيدخلوا لنا هنايا كان راوج، دابا ما كاين ني راوج ني والو، وكنتمنى الله ان شاء الله يا ربي. المدينه كانت مخربه مره، شنو المدينه كانت؟ المدينه كانت كامله كطيح ببرانيه فهمتيني، الارض ميما كيعودوا على الديور ديال الناس، ودابا الحمد لله تخا سعادة الوالي لنا طنجة سكسف عليها وعدلها والله يرحم الوالدين ديالو. السلام عليكم. تبارك الله عليكم. بالنسبة لمدينة قديمة الإصلاحات اللي عملوا ما شاف مستوى إصلاحات مزيانة والأمور كاملة عدلوها لا من الأرض ولا من الدير اللي عليه نتيحوا ولا بكل شيء، وحنايا ما نقدروش نعيشوا في شي مطعم لمدينة قديمة على حسب كنوضوا في الصباح كنجبدوا بحال غلطنا وكنجبدوا توريست هوادين والناس كيجوا من الزوار كيجوا يشوفوا الإصلاحات اللي كاينة هنايا وعاد واحد الحبس كان قديم هنايا في الصباح بحال عملوا لنا في المتحف عملوا متحف وزعما الأمور ماشية مزيانة الحمد لله هادشي اللي كاين.